وللحديث عن استهداف المتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات انضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من الأمم المتحدة، يعني تدين استخدام أسلحة الصيد، ما يعرف باللهجة العامية بالصچم، ضد المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد. لكن هنا يعني موضوع الإدانة، هل يكفي في جرائم ذهبت بأرواح مئات الثوار دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم ولقناة الرافدين، والشفاء للجرحى، وإن شاء الله من قضى نحسبه شهيدا عند الله. أولا، الأمم المتحدة من 5 أشهر، يعني الآن دخلنا تقريبا في الشهر الخامس، تكثر من الإدانات ولا يوجد هناك فعل. مطالبات الشعب العراقي ورجاء كل القوى الوطنية من المنظمات الدولية والأمم المتحدة أن تدول قضية العراق، ويطلب من عن طريق مجلس الأمن إلى محكمة العدل الدولية بإحالة المجرمين كمجرمي حرب. نعم. وجرائم ضد الإنسانية. ولكن نحن حقيقة هذه الإدانة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكن ما هو القادم؟ ما هو المتأمل من الأمم المتحدة؟ وما هو الواجب الإنساني حسب دستور الأمم المتحدة بحماية الشعوب عندما تتعرض لجرائم الإبادة الجماعية؟ إذا كانت الأمم المتحدة تدين هذه الأعمال وهذه الإدانة أصبحت دولية، فلماذا لم تدول قضية العراق؟ لماذا لم تقدم تطالب رئيس المحكمة الجنائية الدولية حسب الصلاحيات المخولة لهذه المحكمة وحسب دستورها بأنها تتلقى الشكاوى بهذه الحالات من الدول ومن مجلس الأمن وحسب الفقرة 15 من صلاحيات رئيس المحكمة؟ طيب، وبما أن العراق لم يوقع على هذه الاتفاقية فتكون مجلس الأمن هو المسؤول، مسؤولية مباشرة، وهذا هو رغم أن هناك محاولات لتقديم الشكاوى وتقدموا الوثائق، ولكن الأمم المتحدة تبقى مسؤوليتها مسؤولية أكبر وأشمل. وأعتقد أنهم هناك تقصير وتقصير متعمد من قبل الأمم المتحدة. طيب، تداول مع هذا الموقف، وهذا موقف يسهل للإصابات الحاكمة في المنطقة الخضراء أن تستمر في جرائمها ضد المدنيين. طيب دكتور، في هذا الإطار، يعني في هذا الإطار، نبقى في هذا الإطار، يعني في أكثر من مناسبة الأمم المتحدة ناشدت الحكومة في بغداد لحماية المتظاهرين، وهي تعلم بأن من يقوم بقتل المتظاهرين هي ميليشيات تابعة للحكومة وتعمل تحت عباءة حكومية. لماذا لا تسمي الأمم المتحدة الميليشيات التي تقتل المتظاهرين بأسمائها؟ مما تخشى دكتور؟ الأمم المتحدة تعمل بالنظام الدبلوماسي الذي لا يشير إلى المجرم بشكل صريح، وهي تعلم بأن هذه الميليشيات هي جزء من هذه الحكومة، فمن باب أولى أن تطالب الحكومة بها، لأنه هذه الميليشيات وتسميتها أصبح واضحا. لكن الأمم المتحدة وممثلة المتحدة العراق تعرف جيدا أن هذه الميليشيات هي مدعومة بشكل كامل من هذه الحكومة، فبالتالي من غير المجدي أن تطالب المجرم بأنه يعاقب نفسه. هذا هو أعتقد المخرج الذي نراه من خلال التعامل الممثل للأمم المتحدة في العراق مع الحكومة بشكل رسمي. مطالبة الحكومة، والحكومة لن تتوقف، ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذ؟ أنا أعتقد بأن الأمم المتحدة موقفها متراخي ومتراخي جدا، ولو وجدت سلطة الاحتلال في العراق وسلطة المنطقة الخضراء صلابة من في موقف الأمم المتحدة، نعم، أعتقد لا يكون هناك أمرا آخر. ولكن نحن نعلم بأن الأمم المتحدة تأتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية، فطالما أن هناك تساهل من الولايات المتحدة الأمريكية مع سلطة المنطقة الخضراء، سوف تكون الأمم المتحدة تابعا لهذا الموقف بشكل أو بآخر. طيب دكتور،
يعني هناك إصابات بحالات اختناق في ساحتي الخلاني والتحرير كما تريدنا الأنباء المتواترة من هناك، وذلك بعد استهدافهم طبعا بقنابل الغاز. لكن هنا إلى أي مدى ترون تصميم الأحزاب وأيضا الميليشيات لفضل اعتصامات بالقوة، خاصة يعني أن الحكومة والميليشيات راهنت على عامل الوقت في فضل اعتصامات وفشلت في ذلك؟ نحن نعلم منذ بداية الاعتصامات وبداية الانتفاضة التشرين والثورة ضد الفساد أن هذه المنظومة الفساد في المنطقة الخضراء تريد فضل الاعتصامات، واستخدمت كل أساليب البطش والقتل والأسلحة المحرمة دوليا وما إلى ذلك، هذه كلها استخدمتها ولا تزال ترتدع أساليب كثيرة في محاولة الإجهاض على الثورة، وبنفس الوقت استخدام عامل الوقت للتضييق. ولكن المفرح في هذا الأمر أن المظاهرات في تصاعد والأعداد المتظاهرين في تزايد، وساحة الساحات تمتلئ بالمتظاهرين، وجرف العملية السياسية ينهدم يوما بعد يوما وينكشف أمام الشعب العراقي. فأعتقد هذه المحاولات سوف تبوء بالفشل حال من سبقها، ونحن نعلم بأن هذه الأسلوب المطاولة والمماطلة هو أسلوب متبع من قبل هذه السلطة، مع الإتيان بمفردات كثيرة لتضييق الخناق على المتظاهرين، منها استخدام الأسلحة، منها بث الميليشيات، منها إرسال التيار الصدري وما إلى ذلك، طبعات الزرق، وأخيرا السكاكين والهراوات، وآخر طيب دكتور فنادق المخصصة للصيد أو ما تسمى الكسر أو التسرية باللهجة العراقية. دكتور، كما تعرفون بأن طلبة العراق كان لهم دور فعال وكبير، خاصة الطلبة والطالبات طبعا حتى لا نظلم حق أحد. الطلاب قالوا في تصريح لهم، قالوا إن همهم الأول بات استعادة الوطن الذي اختطفته أحزاب السلطة. كيف راقبتم نضج ووعي الطلاب في مسألة تشخيص أزمة العراق؟ نحن حقيقة نقدر ونقيم هذا الدور الكبير لطلاب العراق، الأصحاب الموقف الوطني الذي كان جزء من حركة الوطنية العراقية على مدى تاريخ العراق، وكان لهم الدور الكبير في عمليات التغيير، ونحيي هذه الروح الوطنية العالية لشبابنا الذي هم جيل المستقبل، اللي هم خرجوا لأجل ضمان مستقبلهم هم. نعم. لأنه ضياع الوطن بالنتيجة سيكون ضياع هذه الأجيال بالكامل، وهذا الإحساس الوطني العالي حقيقة هو الذي دفعهم إلى الخروج بهذه الروحية وبهذه الأعداد، وهم الحقيقة المعين الكبير للثورة ومصدر الثورة الرئيسي. وأعتقد أنه هذا بحد ذاته يشكل التحدي كبير لهذه السلطة التي تحاول من خلال خنق الطلاب بالامتحانات وما إلى ذلك. نعم دكتور. إرجاعهم إلى أو إبعادهم عن جو التظاهرات، وهذا الموضوع حقيقة أصبح واضحا من خلال التعليمات التي أصدرت إلى المدارس وإلى الجامعات، ولكن إصرار الشباب على التواجد في وطن آمن أفضل من أنه الذهاب إلى نظام دراسي فاشل، ومعروف ما هو الوضع الدراسي والوضع الطلبة في من الابتدائية إلى الجامعات إلى غيرها، والمتبع للوضع التعليمي في العراق هو حقيقة وضع مأساوي. نعم دكتور. بحد ذاته وهو نعم. جزء من مأساة الشعب العراقي. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.